دلوقتي مشاهدينا نروح لجوله في الملاعب الرياضيه مع منى. اتفضلي منى. شكرا ليك يا شاذلي. اهلا مشاهدينا، معدنا مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قال انه تلقى مفاوضات من شهر تقريبا عن طريق حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره عشان يتولى مسؤوليه تدريب منتخب مصر، وقال كمان اتكلمت مع حازم ووافقت على العرض وقررت اكون موجود هنا في مصر من غير اي تردد. اما عن مكالمه محمد صلاح فقال انها كانت مكالمه لطيفه تمت بين واحد من افضل لاعبي العالم ومدربه الجديد وبشكره عليها. الجهاز الفني للزمالك بقياده البرتغالي فيريرا قرر السفر للجونه بكره علشان يستعد للمباراه اللي جايه قدام فريق الجونه في مسابقه الدوري الممتاز، واللي هتتلعب يوم الجمعه على استاد خالد بشاره في الجوله 29 لمسابقه الدوري الممتاز. ومنتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر اختتم استعداداته لمواجهة منتخب الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب النهاردة الساعة 8 بالليل. وأكد محمود جابر المدير الفني للمنتخب أن مواجهة الجزائر هتكون قوية في ظل رغبة الطرفين في أنهم يحققوا الفوز، لكن في النهاية دي منافسة شريفة بين اسمين كبار في عالم كرة القدم العربية والأفريقية كمان. خلينا نتحول بقى للكرة العالمية. ونادي ميلان الإيطالي اللي أعلن التعاقد مع الدولي البلجيكي تشارلز دي كيتلي اللي جاي من صفوف كلوب بروج البلجيكي بعقد طويل الأمد لغاية عام 2027 اللي جاي. النادي قال في بيان رسمي بيسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن التوقيع مع تشارلز دي كيتلي من كلوب بروج، وحيرتدي القميص رقم 90. نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أعلن بشكل رسمي توقيع نجمه البرتغالي دياجو جوتا عقد جديد طويل الأمد مع الريدز. الليفر في بيانه الرسمي على موقعه وحسابه على تويتر قال اللاعب وقع عقد جديد لتمديد فترة عمله في النادي اللي بدأ لما وصل من وولفرهامبتون في سبتمبر 2020. كمان النجم السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ الألماني قال إنه ما بيشوفش نفسه نجم عالمي رغم النجاح الكبير اللي حققه مع ليفربول الإنجليزي وتتويجه مع المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021. ماني قال في حوار لي مع مجلة بايرن ميونخ إن كل اللي بيشغله دلوقتي هو إنه يقدم شيء من أجل النادي، وعايز يبذل كل جهده عشان يسجل أهداف ويعمل تمريرات حاسمة ويحقق الفوز في المباريات. مشاهدينا احنا كده نشرتنا الرياضية خلصت، خلينا بسرعة نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا.